حياكم الله سادتي الأكارم، عودة جديدة لبرنامج مال واستثمار. حجم الاستثمار في العراق لا يزال دون مستوى الطموح بحسب مختصين كما قالوا في الكثير من التصريحات. تبدأ المشاكل في المشاريع الاستثمارية في الداخل وعدد من المحافظات من بداية العقد مرورا بمراحل التنفيذ. المشاكل تتمركز أما بالجهة المانحة أو مع الحكومة. هذه المشاكل انتابت لكثير من المستثمر حتى يفكروا أنهم يذهبوا إلى مشاريع أخرى، وإن ذهبوا إلى مشاريع أخرى فكروا بالابتعاد حتى عن المستثمر. هذه المشاكل وهذه وممكن طرح الكثير من الحلول نضعها اليوم بين أيديكم مع ضيفي الكريمين السيدة زينب الجنابي أحد المستثمرين في العاصمة بغداد، حياكم الله سيد زينب، والسيد غزال ربيعي الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات، حياكم الله سيد غزال. سادتي المشاهدين، لتسليط الضوء أكثر على المشاكل التي تواجه المشاريع الاستثمارية خلينا نشوف هذا التقرير، راجعكم بعد الفاصل. المدينة الصناعية في منطقة النهروان ببغداد لا زالت تنتظر انتهاء الروتين القاتل من بعض دوائر الدولة الذي أدى إلى توقف العمل فيها منذ شهور لأسباب تتعلق بإجراءات دائرة عقارات الدولة، والتي هددت بسحب الإجازة من المستثمر المطور رغم إكمال الإجراءات والحصول على كافة الموافقات المتعلقة بإنشاء المدينة الصناعية، والتي بإنشائها تتحول الأرض الجرداء إلى أكبر مجمع صناعي، كذلك ستجلب الاستثمار للأراضي المجاورة لها، بالإضافة إلى تشغيل ما يزيد عن 40,000 يد عاملة. قانون الاستثمار حدثنا به دخلنا التمليك للمدن الصناعية، صار سنة ننتظر التعليمات مال التمليك، إلى أن وصلنا إلى الموافق على التعليمات اتفاجأت أنه أنت ما تستملكين هذه المدينة للصناعيين. هو طبعا الاستملاك مو للمطور، الاستملاك حيصير للصناعي اللي يجيب المدينة الصناعية. زين ليش ما دا يقبلون؟ أنا ما أعرف، صار 7 سنوات نشتغل على شنو كنا دا نشتغل، وإذا أتفاجأ بكتاب من عقارات الدولة وهيئة استثمار بغداد بسحب الإجازة خلال أقل من 28 يوم، لأنه الأرض صفر ما عليها أي بناء، وبذلك تعرضت الأرض للعشوائيات، وهذا إهمال من خلال الشركة. أنتوا اليوم رحتوا شفتوا الأرض هناك، وإن شاء الله أنتوا راح تحشون عن التقرير اللي حكيتوا اللي شفتوا. بالإضافة أن هذا المشروع الاستراتيجي اللي يوظف له من 30 إلى 40 ألف فرصة عمل وانتقالة جديدة في تاريخ الصناعة العراقية ما إلى أهمية لأحد. ودون الدعم الحكومي يواجه المستثمر المطور مشاكل عدة، منها خدمية متعلقة بالماء والكهرباء وأخرى لوجستية، إلى جانب تعقيدات دائرة عقارات الدولة والروتين القاسي المتبع، والذي دائما ما يدفع المستثمر إلى العزوف عن الاستثمار في البلاد. مشكلة الماء حسب التقرير اللي عندي، تجهيز الماء الصافي احنا عندنا هنا بعد مراجعتنا دوائر الدولة، يعني في ناحية الوحدة زين، عندنا دائرة ماء الوحدة الصافي تبعد عن مدينة الصناعي ما يقارب 45 كيلو زين، يعني قلنا نقدر نزودكم بالماء يعني غير كافي لاكتفاء الحاجة المحلية اللي بحي الوحدة، يعني بالإضافة عندنا هنا عندنا مشروع 7 نيسان هو ماء النهروان المركزي بعد قيد الإنشاء، ومدة الإنشاء مالته ما يقارب سنتين زين، يعني متوقف نتيجة الظروف القاهرة اللي يمر بها البلد، وماكو تخصيصات مالية للموقع، وعندنا خزان دعم خزان يعني خزان لمدينة النهروان يبعد عن الموقع ما يقارب 4 إلى 5 كيلو، هذا دعم لمدينة النهروان يوفر لهم الماء الصافي، وهذا هم بعد قيد الإنشاء زين. وحسب التقرير اللي موجود عندنا يعني الإحصائيات اللي عدد يعني اللي يشتغلون الموظفين اللي بالموقع، حسابات التخمينية عدد أشخاص متواجدين في المدينة الصناعية والحرة ودائرة الجمارك هم ما يقارب 13,000 شخص، هذا لأيدي العامل الموزعين ضمن المدينة الصناعية. يعني مساحة 2000 كيلومتر جرداء تحولت إلى مدينة صناعية ستكون متكاملة فيما إذا ساهمت الحكومة بإنشائها من خلال دعم الاستثمار، خصوصا وأن اكتمال المدينة الصناعية وفق الخطة الموجودة والمصادق عليها من قبل الحكومة سترفع من القدرات الصناعية بموقعها الجغرافي في أطراف العاصمة بغداد. لبرنامج مال واستثمار، محمد سعد الرشيد.
حياكم الله سادتي الأكارم. سيدة زينب راح أبتدي بيك بما أنه التقرير احتوى كثير من المشاكل خاصة بمشاريعكم الموجودة اليوم في العاصمة بغداد. تعتقدين اليوم المشكلة بمحتوى المشروع؟ اليوم الحكومة تتكلم أنه الكثير من المشاريع المقامة واجهت الكثير من المشاكل ابتداء من دراسة الجدوى. أبدأ أعرف اليوم العراق هل يحتاج إلى مشاريع استثمارية حقيقية مثل مدن صناعية حتى يوفر له، أو أنه يحتاج إلى مشاريع تنموية في عدد من المحافظات؟ شكرا جزيلا للاستضافة. طبعا اليوم نحكي عن الاستثمار اللي هو البلدان كلها انبنت تحت طائلة الاستثمار. من كنا قبل يومين رجعنا من دبي وشفت دبي، العراق لازم تصير 10 مدن مثل دبي لأن تتوفر كل المقومات بها، إذا أنهار، إذا العتبات المقدسة، إذا القصور الرئاسية، إذا الآثار. أصلا العراق على أرض من الآثار. تجي تسألني تقول ليش لأن الآن ما صار استثمار عندنا بالعراق؟ لأنه عندنا أولا الأراضي. هسه أنا أسألك، الأراضي كم دائرة بالدولة أو كم وزارة مختصة بالأراضي بالعراق؟ اللي تابع لها، اللي تملكها واللي تابع لها. نجي وزارة الزراعة، وزارة المالية. يعني الحكومة اليوم هي تملك الأراضي بشكل. تملك الأراضي بس عدة وزارات. زين. البلديات. فإحنا أول مشكلة عندنا بالأراضي، لازم تتوحد الأراضي إلى وزارة واحدة هي تكون مسؤولة، أو نقول البنك الأراضي. يعني هي كل اليوم سواء هيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار بالمحافظات دائما ما يقولون إنه أكثر ما يواجه اليوم هم كمستثمر أو كجهة حكومية يقول هو استحصال الموافقة على الأراضي. طيب الوزارة اللي هي تعطل الأراضي تتملكها هي تستثمرها، واللي هي ما تثق بالمستثمر أصلاً. أنا ما أعرف، أريد أسأل هيئات الاستثمار شنو دورها بالعراق من 2000 إلى من أنشئت إلى اليوم؟ لو نريد نحسب الرواتب والإفادات اللي أخذها هيئات الاستثمار يمكن يبنون فد 10 مشاريع استراتيجية بالعراق. هيئات الاستثمار شنو دورها بالعراق؟ توقع كتب وزارة المالية، متوقع كتب عقارات الدولة، متوقع كتب. هي لازم تكون عندها النافذة الواحدة في استحصال الأرض. إذا ما عندها هذه القوة ليش قاعدة هيئات الاستثمار قدمون استقالتهم يقولون يابا إحنا غير قادرين لعدم تعاون الوزارات معي ويانا. إحنا نجي المستثمر، روح أنت جيب لنا الأرض، جبنا الأرض، روح أنت جيب الموافقات من الوزارات الباقية. شو دور هيئات الاستثمار؟ يا بس مجرد يعطيك الإجازة وأنت تروح. الإجازة طبعاً ما ينطيها هو هيش، ولا الموافقات اللي إحنا نستحصلها من الوزارات كلها. يعني إذا هو ما سوى لي أي شيء، شنو اللي سوى لها هيئات الاستثمار؟ مجرد حلقات زيادة للوزارات الباقية. تروح الوزارة المالية، تروح وزارة الزراعة، ما عندنا أي ثقافة بالمستثمر. المستثمر يكرهوه من الباب لأنه هذا جاي كأنه ما داي يسرق الأرض. أكو تأكيدات من الحكومة أنه حتى سووا بالآونة الأخيرة صارت هناك لجنة عليا للاستثمار. ما حسيتوا هاي الخطوات اللي بدت فيها الحكومة يعني كتشكيل لجنة عليا للاستثمار، ما حسيتوا أنه بدوا هناك تعاون المستثمر، دعوة المستثمر كان على الداخل ها. مدى ما واصل المستثمر الأجنبي داخله بعدين. ما شفت اليوم المستثمر العراقي بدا يعني يتوق فد بصيص امل بانه يتملك مره ثانيه المستثمر. هو يمكن هسه اللي خلانا نرجع ونستمر هي اللجنه العليا اللي تخصصت هسه برئاسه الوزراء. بس بدنا نشوف اللجنه العليا بوادي والوزارات الباقيه بوادي. هذه اللجنه هي ضمن كل الوزارات جدا ودا تحاول. واني هسه الملف كله مال المدينه الصناعيه من اللجنه العليا. احنا اليوم يقولون لنا اشتغلوا، اوكي اشتغلنا، نظفنا الارض من العنقودي سنه ونص، احنا ننظف، احنا غير ملزمين بتنظيف الارض من العنقودي. ولو ما احنا ننظف الارض بعد 100 سنه ما حد ينظف هذه الارض لان تحتاج الى مبالغ. على حسابكم؟ على حسابنا الخاص. بعد ما نظفنا الارض بدينا بتسيج المنطقه، بدينا برص الطرق، نظفنا الارض، شلنا احمال زين من الارض اللي هي المعسكرات المتفلشه سابقا ونقلناها الى الطمر الصحي ما يصير تبقى ولا تسويه الارض. احنا نحكي عن 2000 دونم عن مساحات. من اجينا عندنا كل الكتب اللي استحصلناها بها نواقص. زين يقولوا لي انت اشتغلي، شو على اي اساس انا اشتغل؟ لا مي، لا كهرباء، لا طرق، لا تمليك، لا انت اشتغلي والله كريم. يصير هذا المنطق، هذا منطق مشتغل به. ندخل بعد تفاصيل اكثر بموضوع المشاكل اللي واجهت مشروع، بس انا اروح للاستاذ
جزار ربيعي، قبل كل شهر داخل فكرة صغيرة عن الاتحاد العربي للتحكيم والتجارة وتسوية المنازعات، داخل فكرة شنو هذا الاتحاد وشنو اللي شنو الدواعي لتأسيس اليوم بالعراق، هل العراق اليوم بحاجة إلى هذا الاتحاد كما سمعت اليوم عن المشاكل اللي واجهت المستثمرين؟ شكرا لك السادة يسار، تحية إلى قناتكم الموقرة وإلى جمهوركم الكريم وإلى ضيفتكم الكريمة. ابتداء هو الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات هو هيئة دولية عربية تعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. طبعا كثيرا ما نسمع أنه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تفاصيل هذا المجلس ما نعرفه. المجلس الوحدة الاقتصادية العربية تم تأسيسه يوم 3 حزيران سنة 1964، وتم إقراره من قبل اللجنة الاقتصادية في جامعة الدول العربية يوم 3 حزيران سنة 1967. هذا المجلس يضم أو تأسس من قبل 10 دول عربية. هذا المجلس يحتوي على ثلاث أجهزة. الجهاز الأول هو المجلس التي يتكون من وزراء الاقتصاد أو التجارة أو المالية للدول الأعضاء، هذه وظيفتها تشريعية اقتصادية للوصول إلى وحدة اقتصادية أو دفع الوحدة الاقتصادية العربية إلى الأمام. الجهاز الثاني اللي هو اللجان الدائمة والمؤقتة، هذه وظيفتها تهيئة المشاريع لإقرارها من قبل المجلس أو تقديم دراسات وبحوث بهذا الخصوص. وأخيرا جهاز الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية هي لمتابعة تنفيذ القوانين التي يقرها المجلس. تم إقرار النظام الأساسي الموحد لتأسيس الاتحادات النوعية والمتخصصة من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سنة 1981. هذا اللي على أساسه يتم تأسيس الاتحادات من كل نوع، من كل اختصاص ونوع. تم تأسيس اتحادنا سنة 2016 بعد ما عجزت كثير من الجهات بتأسيس هذا الاتحاد، كونها ممكن أكو عمل مستمر، يعني أنه من سنة 1981 إلى 2016 تم تأسيس اتحادات بهذا التخصص والنوع، لكن لا يتوافق مع النظام الأساسي الموحد، وينص هذا النظام الأساسي الموحد بالتأسيس على وجوب إشراف الأمانة العامة للتأسيس انطلاقا أو بداية من انبثاق الاتحاد. لازم يكون موجود بالأمانة العامة اتحادنا هو وفق مخاطبات رسمية من مجلس الوحدة الاقتصادية إلى كافة حكومات الدول الأعضاء، أنه الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات هو اتحاد تخصصي نوعي، النظام الأساسي مالته مطابق إلى النظام الأساسي الموحد. اليوم صار رسمي الاتحاد وانتقل تم اعتماد مقر الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات كمقر دولة المقر هو جمهورية العراق بفضل الله. أنه هذه الخطوة هي ابتداء هي خطوة استثمارية نوعية وسيادية يعني بعد الموافقات اللي حصلتوها، الموافقات الرسمية وشوفتني الوثائق اللي حصلتوا عليها من وزارة التجارة ووزارة العدل وأيضا مخاطبات وزارة الخارجية، أريد تعرف اليوم الاتحاد تعتقد شنو الإضافة اليوم راح يضيفه، خلينا نقول الواقع الاستثماري في العراق لحل النزاعات اليوم اللي جاي يواجه على الأقل المشاريع أو الوزارات نفسها الموجودة بالعراق. طبعا شرعيتنا في جمهورية العراق تنبثق من وزارة العدل العراقية باعتبار أنه وقعنا مذكرة تفاهم للعمل المشترك. هذه المذكرة التفاهم هي عبارة عن محورين، المحور الأول هو تطوير وتأهيل الخبرات بما يتعلق بإعداد محكمين دوليين قادرين بالدفاع عن الحق الوطني العراقي أمام المحاكم أو مراكز التحكيم الدولية. هذا المحور صار الاتفاق والعمل به منذ سنة من الآن. وضعنا مناهج أكاديمية رصينة تدرس بالمعهد القضائي العراقي قبل ما ينتقل إلى مجلس القضاء على ثلاث مستويات، مستوى أول شهر، مستوى ثاني شهر، ومستوى الثالث شهرين، على أن
يقدم الدارس أو المتدرب بحث يناقش مع الأساتذة. طبعا الغاية من هذا نشر ثقافة التحكيم ورفع خبرات العاملين بالمؤسسات في ثقافة التحكيم تحديدا، بالنهاية هذه يصب في مصلحة المستثمرين والاستثمار. طيب. يعني جدكم ملفات اليوم جديد بالجديد، هاي الملفات يعني أسستوا اتفاقيات عقدتوا أو عدد مؤسسات أعتقد منها وزارة العدل والبنك المركزي العراقي أيضا. بلشتوا دورات اليوم بتنفيذية على هذا الموضوع؟ طبعا بالنسبة لوزارة العدل لكل المؤسسات قلت لك صار سنة احنا نفذنا أكثر من 15 دورة تقريبا بالمستوى الأول، 15-10 راح نبدي بالمستوى الثاني إن شاء الله. طيب ملفات نزاعات استثمار حد لا وصلتكم؟ إيه إذا تسمح لي أوصل لك الفكرة. طيب. أنه ليش وزارة العدل؟ وزارة العدل وفق القانون هي المؤسسة الوحيدة المخولة بمتابعة الدعاوى والقضايا الخارجية إذا كانت أمام المحاكم الدولية أو مراكز التحكيم العالمية، ولذلك كانت شرعيتنا وبداية عملنا مع هذه المؤسسة العريقة. بعدين فتحنا على مؤسسات الدولة منها البنك المركزي العراقي وكثير من المؤسسات القطاع الخاص والعام. هذا الواجب الحقيقي على الاتحاد، واجب علينا أنه ننشر ثقافة التحكيم لخدمة الاستثمار، باعتبار أنه التحكيم التجاري عموما هو عامل إيجابي ورئيسي في جذب الاستثمار إلى بلدنا، واليوم بلدنا بأمس الحاجة للاستثمار. إحنا إذا ما استعرضنا اللي تفضلت به الأستاذة فاضلة بما يتعلق بال المشاريع الداخلية، كون إحنا صار عندنا ثقافة حتى على مستوى القطاع الخاص أنه ننتبه إلى وجود شرط التحكيم في العقود. تعتقد اليوم الحكومة راح تلتزم بشرط التحكيم يعني في حال أنه أنيطت هذا من الطرفين، هنقول أنيطت للاتحاد أنه هو راح يحكم عملية حل النزاع بين إذا كان خلل في العقد أو خلل في التجهيز مثلاً؟ تتوقع أن الحكومة تلتزم بمخرجات هذا الاتحاد؟ يعني الاتحاد عموما هو من واجباته نشر ثقافة التحكيم، لكن أكو مخرجات من الاتحاد متمثلة بالمحكمة العربية للتحكيم التجاري، هذه أيضا صار مقرها في جمهورية العراق مؤخرا، وهذا طبعا مكسب سيادي مثل ما ذكرت لك لجمهورية العراق. المراكز والمحاكم المنبثقة من القوانين أو الدول العربية هي تنظر في القضايا اللي تعرض أمامها. طبعا شرط التحكيم هو شلون احنا نلجأ للتحكيم بحالتين، اولا اذا كان شرط وجود اثناء العقد، اثناء كتابة العقد شرط في حالة نشوب نزاع يتم اللجوء الى التحكيم، طبعا بتفاصيل كثيرة لكن هذه الديباجة الاولى. والحالة الثانية اللي هي في حالة نشوب النزاع، في وقت نشوب النزاع ممكن يتفق الطرفين النزاع بعدم اللجوء الى القضاء باعتبار انه القضاء هو حق دستوري كاف للدستور الى كل مواطن او كل لشخصية معنوية او اعتبارية، لكن في حالة اختيار الطرفين الى اللجوء للتحكيم هذا تنازل عن حقهم الدستوري وباختيارهم راح يرجعون الى التحكيم. وما يخرج من محكمة التحكيم يكون لازم ملزم للطرفين طبعا وفق القانون العراقي هناك مواد من في قانون المرافعات تتيح للقضاء مراجعة قرارات التحكيم وتغيير جزءا او كلا من قرار التحكيم. اليوم مستثمرنا العراقي يعني بدا ياخذ ثقافة انه امكانية انه الالتزام بالعقود، يعني العقود اليوم الموجودة ربما حتى نفس الحكومة ما جات تعترف به. يعني العقود الحكومية اليوم بين مستثمر، لأنه يقول لك أنا تعاقد خلينا نقول سي ويا وزارة الفلانية، بلشت المشروع وياه للنص وقال لك والله أكو شكو مخرجات أنا ما راح أوافق عليها. يعني هو ابتداء بالقانون فنون العقد شريعة المتعاقدين، إذا كان العقد بشرط التحكيم التحكيم بإيجابيات كثيرة للطرفين، هو مو المستثمر يرجع إلى التحكيم على مود ياخذ حق الدولة أو بالعكس هو انصاف وعداله بفض النزاعات للطرفين. لكن اليوم اعطيك مثال، احنا اذا اليوم مستثمره عراقيه راحت تستثمر في الاردن مثلا،
هل نفسيا او بالداخل عندها انه اذا اشتكت على الحكومه العراقيه باعتبارها هي الطرف الاخر بالعقد عفوا اشتكت على الحكومه الاردنيه راح ينصفها القضاء الاردني؟ اكيد لا طبعا اكو يصير تحسس عند كل المستثمرين يمكن تعيدني ست زينب. بينما التحكيم هو راح يتيح لك اختيار المحكم اللي تثق به بحياديته طبعا مو تثق به انه هو قريب لك وينحاز لك بحياديته معروف بمهنيته بالاختصاص نفسه. هسه اليوم احنا اذا انعرض فد نزاع هندسي على اي محكمه عراقيه المحكمه ما عندها خبره بالهندسه راح تستعين بخبراء مهندسين. بينما اذا جبت الخبير المهندس وطيت الاجراءات الشكليه للقضاء هو راح يحكم لك بهذا النزاع باعتباره صاحب الاختصاص راح يعطيك انصاف بجنب العداله. انا اريد اروح السؤال هذا السؤال اخذه بعد الفاصل. بدي اعرف اليوم هل المستثمر العراقي بشكل عام اعتقد وصل الى مرحله الياس انه بيتفاعل مع اي قضيه استثماريه بالعراق؟ اخذ هذا السؤال بعد الفاصل. سادتي الاكارم مستمرين وياكم ونشوفكم بعد الفاصل. عوده لكم سادتي الاكارم. سيده زينب اريد اعرف يعني سألت قبل الفاصل انه المستثمر العراقي بداية يأس انه من انه حصول على اي مشروع استثماري خاصة تبعتكم اتذكر مشاريعكم. هو مو بس حالة يأس، حالة احباط صارت عندنا انه ليش احنا نريد نشتغل والدوائر دا تحاول توقف هذا العمل مع ما بنفس الوقت هم من يطلعون يحكون يقولون احنا دا نشجع المستثمر. انا تعرف شو يشجعون الواقع؟ لا ما موجود هذا الواقع تشجيع المستثمر. اولا اصحاب القرار كلهم يخافون، زين اذا انت خايف ليش تضطر بهذا المكان ونطيل غيرك احتمال ايش جاء بهذا القرارات. رئاسه الوزراء تنادي يوميا واسمع خطابات رئيس الوزراء شلون المستثمر وشلون نشجع المستثمر وانتبهوا للمستثمر والمستثمر جدا مهم لبناء البلد، بس العكس يجي من دوائر الدوله. هسه انتم حضراتكم طلعتوا شفتوا الموقع زين. أنا الكتاب جاني قبل يومين تفاجأت به إنه الأرض صفر وما بيها شغل أصلا. بالعكس إحنا معرضين الأرض للعشوائيات. هذا بعد شغل سنة ونص العنقودي، بعد حمل إنقاذ، بعد عمل التصاميم، السياج اللي كلفنا مليارين وشوية زين، واليابانيين من عنده 70% الكم مال المهندسين، أحواض المي اللي خزانات المي اللي اشتغلناها بالمدينة، طريقين بالمدينة معبد زين، هذه كلها أموال المهندسين اللي اشتغلوا. هذا كله هذا ما محسوب يعني زين. هذه الانقاض اللي شلناها كم هائل ما تتخيل. العقد اللي العقد اللي تعاقدنا به مع يعني شركه حتى تحمل هذه الانقاض، هذا كله ما محسوب هذا العمل. واذا نتفاجئ انه يقولون العمل على الارض الاليات الموجوده خباطه المركزيه هناك، هذا كله وين هذا العمل؟ منه انه الهدف منه انه دي يقول لك انه العمل صفر لو نسحب من العمل ليقيم وانذار و27 يوم نسحب الاجازه. اوكي اسحب الاجازه تقدر تبني المدينه الصناعيه؟ انا اتحداهم اذا يقدرون يبنون المدينه الصناعيه. اصلا المدينه الصناعيه صار لي 7 سنوات انا اشتغل على قوانين مع رئاسه الوزراء، اليوم ما صار شهر غير طلعنا قرار التمليك للصناعي حتى نعطي امتياز للصناعي يجي ويبني مصنع بالعراق اللي هي الصناعه عندنا صفر. احنا بالعراق ملكنا الارض الصناعيه، انا صار لها شهرين. زين بعد ما صار قانون التمليك انا لازم يتغير عندي العقد بوزاره الماليه، انا اعتبر مطور، التمليك يجي للصناعي للمواطن العراقي التمليك مو لشركه مجد الارض. هم ما اعرف ليش الحرب مع شركه مجد الارض، هو لا. التمليك للصناعي راح يجي. زين هذه كلها قوانين راح تتغير عندنا بوزاره الماليه، العقد راح يتبدل، راح يدخل المطور اللي احنا شركه مجد الارض هي المطور. هذه واحده. ثانيا انا عندي لحد الان اجتماعات على مود المي والكهرباء شلون يوصل الى المدينه الصناعيه، تصاميم عندي عدتها كلها هسه مع وزاره الصناعه عقدي كلها تعاد التصاميم. زين هذه المشاكل يمكن هواي المستثمرين اللي يواجهوها، تعتقدين انه الهدف منه انه يريد يبقى المستثمر العراقي على مستوى واحد من الروتين ويجي مستثمر اجنبي ويستثمر اللي هو الهدف منه انه بقاء المستثمر العراقي ما يشتغل على مود يدخل منتجات اخرى؟ يعني انت تتوقع اكو مستثمر اجنبي راح يجي للعراق؟ لا بس لا انسوا.
مستثمر الأجنبي على هذه الظروف مستحيل يجي، لأنه أنا أقول لك بنت البلد صار لي 7 سنوات مع ما أنه اتصالي مع رئاسة الوزراء مع الوزراء مباشرة، الله يعين اللي ما يقدر يوصل لهم، ما قادر أوصل إلى النتيجة اللي أنا أريدها بالسرعة الممكنة حتى نبدأ نشتغل حتى نشجع المستثمر والأموال تدخل على المدينة الصناعية. فشان راح يجي المستثمر من برا تتوقع؟ أنا هسه كنا في دبي بالعكس، أنا جدا سعيدة إنه بدينا نقول الخطوة الأولى، نقول الأساس اللي هو ما يبين بعدين يا الله يبين، في جذب المستثمرين إلى العراق. بس هل نحن مستعدين؟ ممكن الدولة يقول لك أنا أو الحكومة بشكل عام ممكن يقول لك أنا أعطي فرصة للمستثمر الأجنبي باعتباره مو أجنبي و يقول جاي بجواز أجنبي، ممكن تفتح للأبواب كله ويروح كل الروتين. وصلنا 7 سنوات وين مستثمرين أجانب؟ يلا هذه التجربة موجودة، احكي لي عن مشاريع أقامتها مستثمرين أجانب وينها؟ أستاذ احنا عندنا تجربة اليوم، احنا 2017 وين تجارب المستثمرين الأجانب بالعراق؟ بس ماي انصرف المبالغ للبناء من المصارف العراقية، نكون واقعيين. صح هي شركة هنوة مقاولة جتي بنت ما صرفت من عندها. عندنا بيقول لك المستثمر ما عنده ذيك الدراسة والجدوى، المستثمر العراقي ودراسة الجدوى أو المشروع الحقيقي اللي ممكن يقنع به الحكومة، مثل المدينة الصناعية هو مشروع ممكن أنه يقنع الحكومة بها. إذا المدينة الصناعية ما تقنع الحكومة بها، شنو يقنع الحكومة بها؟ مدينة صناعية أولا راحة تترحل من داخل بغداد، أمينة بغداد تقول يمكن هو المشروع الحقيقي اللي وصلنا لحد الآن، إنه أنتوا تقولوا لي رحلي أنا شلون وين أرحل؟ هذه اللي موجودة بمركز بغداد. أولا قبل 2003 كانوا مثلا 20 تاجر بالعراق، اليوم آلاف التجار بالعراق. بغداد مركز بغداد بعد ما يطيق هذا العدد الهائل في مركز بغداد. احنا من راح نبني مدينة صناعية راح تكون مصانع ومخازن ومنطقة جمركية ومنطقة حرة، الصناعي او التاجر ما يحتاج بعد يدخل مركز بغداد، يتم كل اعماله بالمدينة الصناعية باعتباره خارج بغداد. خارج بغداد التريلات ما تدخل مركز بغداد. احنا اليوم الطرق تتعبد وصير الطرق ثاني يوم نقول احنا اكو فساد بالإقامة الطرق، لا هي مو بالمواصفات، المواصفات انبنت للسيارات العاديه ما انبنت للسيارات الحموله العاليه. هذه التريلات تسبب زحمه من غير الامن مال بغداد. زين انتم ناشرتوا الحكومه على الاقل امانه عامه مجلس الوزراء باعتبار هي اليوم الدافع الحقيقي للمستثمر، ما قدرت تتدخل انه بشكل مباشر على الوزارات وتقنعها؟ والله جدا متعاونه، مو على مشروعكم احكي على المشاريع الاخرى بشكل عام. كثير والله المشاريع اللي رفعت هسه لرئاسة الوزراء واعتبروها مشاريع متلكئة من قبل الوزارات، واليوم هو أنا ملف يمهم. هسه أنا ملف يم الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أنا عندي عدة شروط حتى أرجع أبني من جديد. أنا عندي طلبات، هذه الطلبات لازم توفرها الدولة إلي حتى أبني المدينة الصناعية حتى تكون حقيقة. اليوم أنا شلون أجيب المستثمر أو الصناعي يبني عندي؟ لازم أقدم له امتيازات. ما هي الامتيازات بتقدم ليها الحكومة العراقية حتى أنا أقدر أقدمها للمستثمر؟ أستاذ أحنا ما نحكي بالخيال ولا نحكي عن شيء بالقمر الصناعي، إحنا نحكي عن مدن صناعية. آخر دولة يمكن بالعالم راح تقيم مدينة صناعية العراق. زين ليش إحنا متأخرين إلى الآن؟ ما بقش. لا ليش لحد الآن إحنا متأخرين؟ سيد أروح سيد جزار الربيعي. سيد جزار يعني باعتبار هذه المشاريع والمشاكل اللي تواجهوها باعتباركم أنتم قريبين على عملية حل النزاعات، الفكرة اليوم الحكومة هل هي ما تدرك أنه أهمية المستثمر؟ لو ما تدرك انه المشروع راح يواجه مشاكل، ليش مو من البدايه وضعت انه خطط استباقيه انه في حال واجهت هذا المستثمر المشاكل انا اقدر اتدخل؟ السؤال العجز هل هو بعمليه تشريع العقود الاستثماريه؟ هل المشكله بعمليه توصيل فكره انه اهميه المستثمر اليوم للدوله وبناء الدوله؟ طبعا استاذ ايسر هذا السؤال كلش مهم اللي طرحته حضرتك. اولا الحكومه العراقيه انا اعتقد جازما انه هي منتبهه الى اهميه الاستثمار وحاجه بلدنا للاستثمار والمستثمر المحلي والاجنبي، لكن اللي دا الاحظه بصراحه اكو قصور بالقطاع الخاص بعدم رص صفوفهم وعمل فدآلية للتعامل مع الحكومه، لانه كل شركه او كل مستثمر محلي ده يجتهد بالتعامل. طيب يعني مثل ما تفضل أستاذ زينب ببداية الحديث أنه يعني كثير من الأمور بالعقد يعني استسلمنا إلى رأي الحكومة، لا إحنا لازم هذا القطاع الخاص
يسوي فد أشبه بمنظمة مجتمع مدني معنية بإدارة شؤونها. يعني اليوم سووا يمكن مجلس الأعمال مجلس الأعمال ومجالس أخرى أو منظمة، خلي يوحدون جهودهم يسوون فد مركز دراسات وبحوث يخلي المستثمر المحلي يرتقي إلى مستوى الاستثمار أو التعامل بالاستثمار إلى المستثمر الأجنبي بحفظ حقوق إذا تسمح لي. الأجنبي دي يواجه هو تسهيلات من حكومته يعني؟ لا مو من حكومته، ليش احنا ما عندنا مستثمرين الآن أجانب؟ عندنا، وذكرت حضرتك هذا من أكبر المشاريع يعني بالنجف بس ماي مع سكنية تركيا أحسن بالبصرة. هذول المستثمر الأجنبي ما يجي يقعد هو يتفاوض، أكو عنده مؤسسة رصينة تضع له دراسات وآلية التفاوض وصياغة العقد. إذا ما يشوف نفسه بالعقد حافظ لكل حقوقه ما يخطي خطوة إلى الأمام. ست زينب سنتين ومليارات صارفة ويقولون لها ماكو إنجاز على الأرض. ليش؟ إحنا من البداية وكل مرحلة نثبت أمورها و صرف مستحقاتها وبعدها الاستمرار الخطوة الأخرى. ولذلك احنا نشوف المستثمر الأجنبي يجي يتعاقد حتى بداخل العقد مذكورة كل خطوة، وصل وياك لهذه الخطوة سلمني هالقد استمر بالخطوة اللي بعدها. احنا اعتقد يعني ما اعرف اذا انا دي الاحظة زينب بصراحة انه عمل القطاع الخاص يراد لترتيب من الداخل، يراد تكاتف بين المستثمرين العراقيين والارتقاء بالعمل والاستثمار بمستوى على الاقل الاقليمي، ما نقول العالمي على مستوى دولي. طيب اليوم خلينا نقول المشاريع اللي شفتها اليوم بالعراق اللي خلال السنوات الماضيه خلينا نقول من 2006 7 بدات المشاريع حقيقيه تشتغل بالبلد، المشاريع اللي وضعها المستثمر العراقي او الاجنبي ترتقي إلى مستوى أن يكون العراق في مرحلة بناء وعمار على مستوى المستثمر المحلي أو حتى المستثمر الأجنبي في السكن في الطرق في الجسور في المراكز الصحية مثلا؟ سارة إيسر، إحنا حتى إذا كان تشريعاتنا وقوانين الاستثمار نشوفها حالة حال البلدان الأخرى هذا ما يميز العراق على أن يجذب المستثمرين. أنا اليوم مستثمر أشوف أنه العراق بي خلينا نقول بعض المشاكل الأمنية في بعض المكانات أو عدم وضوح الرؤية لمؤسسات الدولة، أنا أروح أفضل دولة أخرى متقدمة في مجال الاستثمار استثمر هناك، لأنه إحنا نعرف رأس المال جبان يعني لازم يطمئن على أمواله وين يخليها إيه. فإحنا لازم نغري المستثمرين المحليين والأجانب بأمور تخليه يجي يستثمر ببلدنا، يعني نميز عن الآخرين. شنو المميزات اللي يعطوها في دبي وفي دول أخرى؟ نعطيه مميزات أخرى. إحنا بلدنا اليوم أمس الحاجة إلى الاستثمار، شنو يعني إذا تنازلنا شوية من حقوقنا؟ طيب سيدة زينب، اليوم البنى التحتية الموجودة بالمشاريع يعني المستثمر الأجنبي عندما يجي العراق هو متأكد أكو بنى تحتية متوفرة إلى من ناحية الأرض ومن ناحية المواد الاحتياطية أحكي عن المستثمرين العراقيين بعيدا عن عملية الروتين وبعيدا عن عملية المشاكل اللي تواجهها مع الوزارة. اليوم البنى التحتية موجودة للعراق؟ يعني عندما المستثمر اللي تواجهتي للكهرباء والمي لباقي المشاريع، هل وجدت أنه مشاريع أو بنى تحتية متوفرة إلى عمود يبلش يكمل مشاريع ثانية؟ لا، أكثر السكني هم بنوا محطات كهرباء مثلا، بس السكني ليش يختلف عن الصناعي؟ الصناعي أنا ما أقدر أبني محطة كهرباء لأنه لازم الكهرباء تكون مدعومة من الدولة. هذا المستثمر إذا إجا بنا محطة كهرباء يريد يستفاد، فما راح يبيعناها بسعر الدولة اللي هي مدعومة للصناعي. هنا اختلف الموضوع عن السكني. احنا كموضوع مدينة صناعية بالذات يختلف لأول مرة بالعراق، فبيها موافقات تختلف. الموافقات تختلف، مثلا المي ايضا لازم التعرفه مالته تختلف للصناعي. اول ما يجي الصناعي يسالني عن المي والكهرباء والثنين ما متوفرات، زين انا شلون انطي؟ متى يقولوا لي حفري ابار؟ اي ابار استاذ، احنا مو سكني، احنا صناعي وكميات هائله من المي نحتاجها، الكهرباء كميات هائله من الكهرباء ولازم يستمر 24 ساعه. زين هذا ممكن يوفر لك يعني يقلل من زحم الكهرباء بالمدن، يعني يعكسها اساسا على احكي لك فائده المدينه. اليوم المدينه بيها من 20 الى 30 الف فرصه عمل
يبدي من باب الاستعلامات إلى المصانع إلى الحرفيين إلى المهندسين. هذه إذا تتحسبها بالشهر بالسنة إيش قد تشيل عن عاتق الدولة رواتب؟ ثانيا إيش قد راح الشغل بهذيش المنطقة؟ إحنا دا نحكي عن منطقة صحراء، تدري 2000 دونم أنا ماخذتها من 151 ألف دونم تابعة لوزارة المالية، عبارة عن صحراء كامل. إذا بنت هذه المدينة اللي هي تبعد تقريبا 13 كيلومتر عن مدينة بسماية، إيش قد راح توفر فرص عمل؟ وبسماية كلها راح تنباع ثاني يوم. ليش؟ لأنه دائما أنا أقول إنه الرجل يتبع عمله وليس سكنه. إذا توفرت فرصة عمل هو شو يسوي بعد بمركز بغداد؟ راح توفر عليه المواصلات اللي إحنا ما نحسب لها حساب. هو من بغداد إذا يريد يجي بسماية ساعة ونص، بس إذا لقى فرصة العمل تبعد 10 دقائق. لا لا، إحنا المشاريع الصناعية اللي راح توجد مدينة صناعية، يعني تقتنعون انه راح يعوف محله ورشته اللي بالمنطقة السكنية؟ وشنو الدافع اللي راح يدفع انه يعوف؟ الدافع التمليك اولا. هذه اول مهمة اللي اشتغلناها على المدن الصناعية بصورة عامة بالعراق. يمتلك طبعا راح يمتلك تمليك، فهو ما عنده مانع يمكن حتى لو يبيع بيته ويبني المصنع، لان المصنع هو اللي راح يجيب له البيت. هذه اولا. ثانيا داخل المدينة الصناعية اكو قرض صناعي، والفائدة مالته راح ينطي، لأنه القرض الصناعي يقول لك أنا أتابع استرداد رأس المال بصورة أسهل. ثاني مراقبة التنمية، مراقبة البيئة، هذه أولا. ثاني راح يكون محمي ضمن مدينة صناعية ومدينة تجارية بنفس الوقت ويا منطقة جمركية، ليش هو ما راح يجي؟ طبعا راح يجي. زين، ضرائب معفي من عندها 10 سنوات، الجمرك معفي من عنده، هذه امتيازات راح نقدم لها. فأنا لحد الآن عندي عدد من الطلبات يجون يفتحون، خاصة هسه مصانع جديدة، البلد محاجة إلى، اتركنا من القديمة، القديمة هي واقفة، ما عندنا احنا مصانع، جدا قليلة، احنا مصانع بالعراق جدا قليلة وقديمة جدا. فيقول لك إذا أكو هنا تمليك ومحمي أنا داخل المدينة متوفرت لي كل الخدمات، أنا ليش باقي بمركز بغداد؟ وليش باقي بهذه الزحمة؟ وليش تدخل داخل بغداد وتوقف على السيطرة مال بغداد؟ فهواية أكو أمور راح تسهل. يعني مشروع نموذجي للمشاريع أخرى. سيد غزال، أريد أختم وياك في كلمة أخيرة بسبب ضيق الوقت. ما هي النصيحة اللي تقدمها للمستثمر العراقي في حال توجه إلى يعني إلى إنشاء مشروع معين، أو ما هي المرتكزات القانونية حتى تحميه هو كمستثمر وكتحمي مشروعه أمام المشاكل اللي ربما يواجهها خلال المستقبل؟ شكرا جزيلا. طبعا ابتداء بدي انصح القطاع الخاص عموما انه يلجؤون في التعاقدات، حتى اذا كانت الحكومه او مع القطاع الخاص، يلجؤون الى مؤسسات رصينه مختصه في الشان القانوني وصياغه العقود. واكد على اللجوء للتحكيم، كون التحكيم التجاري هو مثل ما ذكرت لحضرتك انه عامل إيجابي وأساسي في جذب الاستثمار ولحفظ الحقوق ولرصانة القرارات اللي تصدر من هذا. بعد بي أيضا يعني أنه من الوقت اليوم إذا نلجأ بأي قضية إلى القضاء يمكن طول عشرات السنين، لكن التحكيم يحصر بوقت 10 أشهر إلى سنة يفض كل النزاعات، بالإضافة إلى سرية التقاضي. و هنا يعطي فرصة للقطاع الخاص أو للمستثمر أنه ما يقطع علاقته مع الخصم بعد فض النزاع، ممكن أنه يعني يحيدهم عن موضوع مثلا الإفلاس مثلا المؤسسات المصرفية وكذا. هذا التقاضي يصير حصري بين المحكمة التحكيم وأطراف النزاع، يعني ما معلن بالإعلان، وهذا من إيجابيات التحكيم إن شاء الله. احنا نتمنى بشارب المراحل المقبله وللجنه العليا اللي صارت بمجلس الوزراء ممكن تحل الكثير من مشاكل المشاريع الاستثماريه، خاصه البلد اليوم يعني لا تقوم القيمه اذا ما يكون للقطاع الخاص. سيده زينب الجنابي حمصفي في بغداد، شكرا لانضمامك لنا وشكرا للمعلومات القيمه، ونتمنى تنحل مشاكلكم كل حالكم حال المستثمر الباقرين. الشكر موصول ايضا للسيد غزال الربيعي الامين العام للاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسويه المنازعات. والشكر ايضا لكم موصول سادتي المشاهدين لمتابعتكم حلقتنا اليوم للمشاكل اللي تواجه المستثمر. نشوفكم في حلقات اخرى ومواضيع اخرى تهم المال والاستثمار ضمن برنامجكم والاستثمار. حياكم الله.